أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الفاضلات، الحضور الكريم، كل الجسم وصفته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنزل الشحي ديال تشريحين ان شاء الله، يعني غسل ان شاء الله ريكم ضمن مجلس العلم المحلي بتارودان بالتنسيق مع المندوبيه الاقليميه للشؤون الاسلاميه بتارودان. ديال الحمله التحسيسيه بعنوان سيجد انعكاسات التغذيه الصحيه، انعكاسات عفوا التغذيه على الصحه الجسديه والنفسيه للانسان. ان شاء الله يعني البرنامج اللي قادم، يعني اول حاجه باش تبدو المجالس، واحسن حاجه باش تبدو هو ايات من الذكر الحكيم. ان شاء الله راه تمثلت نختها الاخت الواعظه نعيمه القاف، فتتفضل مشكوره ماجوره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. جزا الله الأخت نعيمة القاف على هذه التلاوة المباركة، وجعلها في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسنات كل من استمع إليه. إن شاء الله غير كثر مجلسية المداخلة الأخت نعيمة القاف ردت زوج كيف حارب الإسلام سوء التغذية. تفضل مشكورة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الأنشطة الدينية والثقافية والعلمية والتوعوية التي ينظمها المجلس العلمي المحلي لتارودانت بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية لتارودانت، وتفعيلا لبرنامج أنشطة صحة جيدة تعلم جيد الذي يهدف إلى النهوض بصحة الأطفال والشباب وتعزيز ظروف الصحة والسلامة بالمؤسسات التعليمية والتكوينية والشبابية. في هذا الإطار إذن تقوم عضوات المجلس العلمي والمرشدات والواعظات بتأطير مجموعة من الأنشطة في فضاءات مختلفة، بالإضافة إلى المساجد هناك المركبات الثقافية، دور الشباب، المؤسسات التعليمية، الجمعيات، الكتاتيب القرآنية إلى غير ذلك من الفضاءات. هذه الأنشطة كلها تهم الصحة الجسدية والنفسية للأطفال والشباب، كالوقاية من الأمراض السارية، التغذية السليمة، الوقاية من الإدمان بكل أنواعه، الاحتياجات النفسية للأطفال والشباب، العنف المدرسي إلى غير ذلك من المواضيع. في هذا الإطار إذن جاءت هذه الحملة التوعوية التي قمنا بها يوم السبت 24 فبراير 2024 الموافق ل 14 شعبان 1445 إلى جمعية الرجاء الربي المتواجدة بدوار أيت الطالب جماعة تمالوكت إقليم تارودانت. هذه الحملة التحسيسية كانت تحت عنوان انعكاسات التغذية على الصحة الجسدية والنفسية للإنسان، وكانت المداخلات في هذه الحملة كالتالي: المداخلة الأولى كانت للواعظة نعيمة القاف بعنوان كيف حارب الإسلام سوء التغذية، ثم تلتها مداخلة الواعظة للأزهر السابق بعنوان انعكاسات التغذية على الصحة الجسدية والنفسية للطفل، الرضاعة الطبيعية انموذجا، ثم مداخلة الأستاذة خديجة بن همو عضو المجلس العلمي الأعلى التي كانت تحت عنوان مقومات التغذية النافعة في الدنيا والآخرة، وفي الأخير مداخلة الدكتورة رجاء شين أخصائية التغذية الدقيقة والطب الرياضي، كانت مداخلتها حول انعكاسات التغذية على الصحة الجسدية والنفسية للإنسان من الناحية العلمية. وختم هذا اللقاء بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين ولكافة المسلمين والمسلمات. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اشف أمير المؤمنين شفاء لا يغادر سقما. اللهم أصلح به البلاد والعباد. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جاز خيرا كل من ساهم في هذا العرض يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جازهم عنا خيرا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وارحم من علمنا وارحم والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد
العزيز المجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا تبكي يا زياد.